اهلا بيكم في اخر فقره. معانا نجمه كبيره، نجمه شاءت طريقها في الصخر زي ما بيقولوا. بدايتها كانت من امبابه لغايه ما وصلت لعبه محترفه داخل انديه فرنسا وفي انديه كبيره في فرنسا كمان. والنهارده ما شاء الله عليها، اول ما شفتها حصل سعاده ليا. ليه سعاده؟ لانها جايه كمان لابسه تيشيرت النادي الاهلي اللي هي اكيد بتعشقه، لان كتير على السوشيال ميديا علاقاتها هي روحها في النادي الاهلي. خلينا نرحب بضيفتنا الكبيره كابتن رحاب جمعه. كابتن رحاب مساء الخير. اهلا بيك يا كابتن، منوره. بنور حضرتك، ربنا يخليك. ايه التيشيرت الجميل ده جايه بيه؟ رأيك؟ من غير رأي ايه؟ ما انا قلت رايي. لا سعيد جدا بيكي، لابسه التيشيرت حاسه بيه. يعني جايه قناه الاهلي، وقلت اي حد بيجي القناه اكيد بيختلف، لكن انت جايه لابسه تيشيرت النادي، معناها ايه عندك؟ النادي الاهلي ده اصلا يعني مش روحي او مثلا النادي اللي تربيت فيه، لا ده ممكن يكون ليه فضل كبير قوي عليا وعلى اهل بيتي، وساعدني كتير. وبسبب النادي الاهلي انا احترفت، يعني لولا النادي الاهلي ما كانش هيبقى فيه رحاب جمعه ولا هبقى في قناه النادي الاهلي يعني. ربنا يكرمك. فده اقل حاجه يعني. انا على طول بجيب التيشيرت، بس بحب اغير التيشيرتات. هنعرف السر في كل حاجه، لكن خلينا نخرج للتقرير عن كابتن رحاب جمعه وترجعوا لنا مره ثانيه. رحاب جمعة هي بنت النادي الأهلي وأحد نجمات كرة اليد المصرية، تبلغ من العمر 25 عاما، محترفة حاليا بنادي سامبر الفرنسي بعد رحلة كبيرة من الجهد والمشقة. بدأت رحاب وهي من مواليد عام 1994 مشوارها مع كرة اليد في نادي ناصر بالكتكات، قبل أن يجمد الفريق نشاطه لتنتقل لصفوف مركز شباب الساحل لتبدأ في لفت الانتباه والأنظار إليها قبل أن يضمها المارد الأحمر لصفوفه. وهنا بدأ نجمها في البزوغ والسطوع، قدمت مع القلعة الحمراء 7 مواسم مميزة، ما دفع نادي حواء سعيدة الجزائري لتقديم عرض لها لتدافع عن ألوانه، قبل أن يصلها عرض من نادي فاندسيسيل الدنماركي، وهو أحد أكبر الأندية الدنماركية والأوروبية، لتصبح أصغر محترفة مصرية في عالم الملاعب الأوروبية. رحلة رحاب جمعة مع كرة اليد لم تنتهي عند الاحتراف بالدوري الدنماركي، لكنها حرصت على تطوير موهبتها لتنتقل للعب في الدوري الفرنسي رفقة فريق ECH لتقدم معه مستوى مميز ورائع. انطلقت معه بسرعة الصاروخ، وهو ما دفع فريق سامبر لطلب التعاقد معها. انضمت رحاب جمعة لصفوف المنتخب الوطني للناشئات في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في بوركينا فاسو عام 2010، وقدمت خلالها مستوى قوي مع منتخبنا الوطني. في عام 2012 تم اختيارها أيضا للانضمام إلى صفوف الوطني الأول، وخاضت كأس الأمم الإفريقية للسيدات التي أقيمت بالمغرب عام 2012، وهي البطولة التي شهدت تألقا كبيرا لها. تمني رحاب نفسها حاليا بتمثيل منتخب مصر للسيدات في البطولات الدولية، لا سيما وأن كرة اليد النسائية المصرية تشهد طفرة على صعيد نتائج منتخبات الناشئات والآنسات. زي ما احنا شفنا قدامنا تقرير عن مشوار كابتن رحاب جمعة، لكن المشوار حاجة والكلام مع كابتن رحاب جمعة اكيد هيكون حاجة تانية. كابتن رحاب لازم نعرف الناس، بدأت منين؟ رحتي ملعب كرة اليد، رحتي الهاندبول، ليه اشمعنى اخترتي لعبة الهاندبول بالذات؟ اولا لعبه الهاندبول انا ما اخترتهاش، انا كنت عادي يعني في ابتدائي وكده، فكان في كابتن رفاعي كان حاب يعمل فريق هاندبول، في يعمل نشاط يعني في الكتكات وكده، فراح المدرسه واختار بنات، اختار مجموعه بنات يعني، وجات على حظي وقال لا خلاص العدد اكتمل ومش عايز ياخدني خالص كابتن رفاعي. كابتن رفاعي فمدرسه الرياضيات قالت له لا دي شاطره معايا في الماس وخدها معاك وكده، مش عارفه ايه، بعد يعني ما لحقت عليه وخدني، وانا الوحيده اللي كملت يعني. انت الوحيده اللي كملتي مع ان انت اخر واحده داخله. لما بداتي من الكتكات وبداتي في الكتكات، بدانا نتدرج في كذا طريق. الطريق بتاع كابتن رحاب جمعه لغايه ما وصل لغايه فرنسا. طريق طويل. اول حاجه طبعا احنا رحنا كتكات وبدانا نعمل نشاط، وكنا بنلعب بقى على طوب ويعني ارض ضايعه خالص، بس بدانا نتمرن. بعديها النشاط للاسف اتجمد،
فالمفروض كل اللي خلاص بقى النشاط اتجمد والمفروض كلنا نمشي واللي يبطل واه. فبصراحه والدتي يعني يا ربنا يبارك لها ويديها الصحه هي اللي كملت معايا، قالت لازم بنتي تكمل وتلعب. هي اللي خليتك، هي اللي دفعتك انت تكملي؟ مش انت هي؟ لا هي ساعدتني، دفعتني جامد، عشان والدتي طبعا مش متعمقه قوي في كره اليد كانت زمان. فكانت بتسمع اولياء الامور ومدربين بنتك موهوبه مش عارفه ايه، خليها تكمل. فوالدتي كانت منبهره بالناس ان هم يعني معجبين. فقالت هي خدتها كمان حافز ليا ان انا لازم اذاكر عشان خاطر تلعب النادي. بس بعديها النشاط اتجمد خالص. لا ابدا تجري مني، لا 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 بالراحه. ماما دفعت، بابا ايه؟ لا بابا كان صعب شويه في موضوع اللعب. صح. كان روحي ذاكري اقعدي ذاكري مش عارفه ايه، وكان بيروح الشغل ويجي طبعا زي اي راجل مصري يجي بالليل عشان عادي عشان اولاده يعني وكده. فمامتي كان بالنسبه لنا الاب والام والاخ والخال كل حاجة. حاجه في البيت بقى. مش معانا بس، مع اخواتي كلهم يعني. فكانت والدتي كانت يعني معايا على طول، وكانت حبت قوي المغامره معايا، وان انا الحمد لله كنت موهوبه، انا كنت بلعب باستمتاع كده. ومشينا خلاص، اتجمد النشاط. النشاط اتجمد خالص. فسمعنا ان في كابتن محمود هيعمل نشاط، كابتن محمود وكابتن محمد كلوش هيعملوا نشاط في مركز شباب الساحل كوبري ابو وافيه اللي هو تحت الكوبري ده. تمام. فرحت ورحت بقى هناك. ما كانش لسه في النادي الاهلي؟ لا كنت لسه بقى صغيره بقى، وكنت بلي. بس فرحنا بقى اتضميت للفريق وبدانا بقى نلعب ضد الاهلي، ضد الزمالك، الانديه دي كلها. بس كان الموضوع كمان صعب عشان والدتي كانت بتروح وتيجي معايا. بتاع الاتوبيس كان عارفني طبعا. كان خلي كرسي جنبه اطلع ياخدني يجيبني. مشوار كبير ومشوار حافل. دخلنا النادي الاهلي ازاي؟ اول يوم في النادي الاهلي وطريق بدا يشوف شكل مختلف في كره اليد. الحمد لله طبعا انا ربنا وفقني في موضوع ان انا كنت بلعب. إيه الصورة طبعا دي؟ بس قولي شاوريه بس، ده حطوا لك صوره على طول. ايه الصوره دي؟ احكي لي. الصوره دي كانت في مركز شباب، كنت مع مركز شباب الساحل. وكنا في البطوله الصيفيه. احنا خدنا الكاس الروح الرياضيه كويس، والفرقه اهدتني الكاس ده عشان انا كنت يعني كل ما بخسر كنت بعيط. حتى كنت يعني المفروض النادي الاهلي بيكسب كل الماتشات. كنت بعيط، ما بحبش اخسر، دايما قاعده جنب العرض وبعيط على طول. فساعتها بقى انديه كتير، الاهلي كلموني، الطيران، الشمس، ان انا اجي العب معاهم. بس طبعا اخترت النادي الاهلي طبعا، كان في حته ثانيه خالص. هو واضح هو في حته ثانيه عندي ساعتها. مبتركه فيه، فعايز اروح النادي عشان مبتركه. عايزه تروحي بس تشوفيه. انا رحت عملت الاختبارات والله بتشيرت محمد ابو تريكه برضه والله العظيم. قولي لي اول يوم دخلت في النادي الاهلي. مش عارفه، عينيا رغرغت كده. بس ما كانش لسه عملت، بس كنت عارف الهيبه دي وانت داخل النادي. طبعا كانت طبعا معايا والدتي. كان ساعتها طبعا ربنا يديله الصحه، اللي هو بقى من اول ما دخلت النادي هو ظهري، وكان المدرب كان ساعتها كابتن خالد موافي. هو اللي ساعدني جامد وساعه الاختبارات، فقال لي خلاص اوكي انت تيجي بكره الساعه 8 في التراك هناك. قلت له ماشي يا كابتن. كان جد قوي، كنت خايفه منه بس طلع لطيف يعني. بعد كده بس بعد كده خلاص بقى بدات كملت بقى مع النادي الاهلي. ودخلتي منتخب مصر عن طريق النادي الاهلي وكل حاجه. بس الامور كانت صعبه برضه في النادي الاهلي، ان انت تبقى جاي من مركز شباب وتخدي على اعضاء، وانا اصلا ما كنتش عضوه. فالموضوع بيبقى صعب شويه. صح. مش مع كل الناس، مع ناس او لا امور تسمع كلام يضايق. ولاد النادي المفروض يلعبوا. بس في الاخر عملت تجربه ناجحه جدا وخرجت من النادي الاهلي لسكه الاحتراف. طبعا سكه صعبه جدا. وافقوا ازاي في البيت عندك ان انت تسافري وانت عندك لسه 18 سنه لسكه الاحتراف لوحدك؟ اولا يعني عشان في جزء نسيته، انا كنت قعدت لحد 13 سنه. والدي ما كانش يعرف ان انا بلعب كوره عشان كان رافض المبدا ده خالص. يعني ما يعرفش؟ ما كانش يعرف ان انا بلعب كوره. ايوه. كانت والدتي كانت مامتي يعني اولياء الامور في مجال الهاندبول عارفين والدتي يعني، ما كانتش بتسيبني خالص. قاعده معاكي على طول؟ على طول معايا على طول. لما عرف ايه اللي حصل؟ لا هو عارف بقى، انت عارف بقى، عارف ازاي؟ هقول لك بقى عارف ازاي. هي دي المهم، عارف ازاي؟ كان قاعد بقى مع القهوه مع اصحابه وكده. وكانت في مجله النادي الاهلي. كان في صورتي كده محطوطه، واللي هو انضم ارحب، اشتروني بكور بقى وشبك والكلام انت فاهمه ده. فوالدي خد الجرنان فقال ايه ده، شبه بنتي، فعرف ان انا. فخد الجرنان بقى، مش صاحب جمعه مكتوب معانا. فخد بابا الجرنان بقى وروح البيت. انا قلت بقى ايه اللي حصل؟ لا داخل البيت. لا احكي لي. قال في رحاب مش عارفه ايه.
فكان جد قوي. ماما طبعا احنا كنا عارفين ان انا هينزل لي حاجه في المجله خلاص. وبتاع فكنا عارفين ان في كان حاجه، كان زمان ما كانش برضو السوشيال ميديا موجوده وما كانش في حاجات كتيره، كان بدري بدري. قال لك بقى فانا بقى محضره نفسي، يا اما قلب يا اما هيحصل حاجه يعني، تمام محضره نفسي. قال لك ايه بصراحه؟ والله العظيم قال لي طب مش تقولي انت بتلعبي في النادي الاهلي؟ طيب قلت له ايه ده، مش كنت لو اعرف كده كنت قلت له يعني، كان الموضوع هيبقى اسهل. طبعا. فقال لي ده نادي العظماء ومش اي حد بيخش النادي الاهلي، وقعد يقول لي دخلتيه ازاي وانت موهوبه قوي بقى وساعتها بقى انبسط بيا جدا. وكانوا برضو واخدينها ان انا لو ما ذاكرتش مش هتروح النادي. مامتي كانت معايا في الموضوع ده. ذاكرتي في الاخر ودخلتي سكه المذاكره ولا دخلتي سكه الاحتراف؟ سكه الاحتراف. والله انا كنت بحاول توازني اوازن، بس انا كنت شايفه ان انا الحمد لله ربنا كان موفقني اكتر في موضوع الموهبه، بس طبعا الشهاده اهم. فكنت شايفه الدنيا الحمد لله تمام، ودخلت كليه حقوق. حيل. بعد كده اترفدت من الجامعه. عشان لعبت رياضه اترفدتي؟ اترفدت والله، يعني حاجه جميله بصراحه. عشان احترفت في الجزائر. فبعد ما احترفت اول سنه طبعا ورجعت. ما تجريش بالكلام كده، انت بتجري بالكلام. احترفت في الجزائر واحترفت في فرنسا. طب انا عارف. لا رحت ازاي الجزائر؟ يعني ايه اللي وصلك الجزائر؟ كان في اتعمل منتخب في 2000 كان في المغرب. ساعتها لعبنا ضد الجزائر تونس كده، فكان رئيس اسمه كادي. كان رئيس نادي حول بيلعب دوري ممتاز في الجزائر بس، فهم قالوا لي احنا حابينك تيجي تلعبي معانا وكده، فقلت لهم طبعا الكلام ما يبقاش معايا، واحد اللي يلعب في النادي الاهلي يبقى الكلام مع الناس الكبيره في النادي الاهلي، فلازم بقى فاكس وكده. بس بصراحه كان رئيس محترم جدا وتواصل مع النادي الاهلي، بس الموضوع كان خطوه كانت صعبه قوي في الاول يعني، بالنسبه ان هم متمسكين بيا وان انا اقعد في النادي كنت رايحه للمغامره وانت عارفه الهدف بتاعك فين، ولا راح تجربي لسه؟ لا كنت انا كنت ان انا حابه ان انا العب في اوروبا، بس ما كانش عندي هدف معين العب في انهي بلد، لكن عايزه خلاص هتاخدي الجزائر دي خطوه عشان تلعبي في اوروبا. صحيح. كويس. لما رحنا الجزائر بقى، لا قبل بقى ما اروح عشان بس ما انساش، قبل بقى قبل بقى ما اروح الجزائر وكده، فطبعا طلبوا مني لازم اخد استغناء من النادي وكده. يعني بحب اشكره جدا استاذ ابراهيم حجازي، هو اللي ساعدني ان انا اخد الاستغناء، واستاذ هشام سعيد ساعدني جدا. مهندس هشام سعيد عضو مجلس اداره السابق. قال لي تاخدي فلوس تقعدي؟ قلت له لا عايز امشي، كنت بعيط بقى فعلا. قال لي خلاص طبطب عليا، وحنين جدا بصراحه. قال لي لا خلاص انا همشيكي ومش عارفه ايه بصراحه، ورحبوا ومضيت بس الشيك على بياض اللي هو يعني لما ارجع بيتي وكده بس. ورحت بقى الجزائر، كانت مغامره تانية بقى، وكان هنحكي عن مغامره الجزائر، لكن خروجك من الاسره المصريه ان انت تسافري وانت 18 سنه تحترفي، رد الفعل ايه في البيت؟ هو بصراحه القرار كان صعب جدا في البيت، قعدنا نتشاور كتير، بس انا عندي في البيت عندي اخويا احمد ووالدتي ما شاء الله عليهم، عندهم يعني احنا صعايده بس لكن نتناقش ونتكلم. من الصعيد. من اسنا وصالين. من اسنا خالص. من الاخر خالص. من الاخر تمام. جنب الاقصر على طول. كويس. بس فوالدتي طبعا اخويا احمد هم عارفين تفكيري اصلا، كوره حتى في كره القدم بحب اتفرج، يعني بحب الرياضه جدا من صغري يعني. عارف. فساعتها بقى احمد قال طب ليه تاخدي التجربه ومفيش مشكله، وكان احمد عنده اصدقاء اصلا في الجزائر عشان هو صحفي فيعرف ناس، فطمنت في المكان وكل حاجه، ومعايا لاعبات كانوا عربيات قاعدين معايا، كل واحده ليها يعني بيتها جنب بعض. بس وكنت طول اليوم مع اهلي في السكايب لحد ما بنام، انا اصلا هناك مفيش. من اول ما احترفت لحد ما رحت فرنسا انا كنت بنام الساعه 7 والله العظيم الصبح. بخاف انام بالليل لوحدك، بخاف انام. كانت اصعب حاجه. كانت صعبه قوي، كانت صعبه جدا، متعوده يعني ان انا انام لوحدي وكل شويه عارف بقى تهيؤات. الحب بصراحه ما فكرتيش ترجعي؟ لا خالص. هناك خالص عارف كل يوم مش قلبي بيتكسر، لا بحس ان انا بقوى كده لدرجه بحس نفسي ان انا كل يوم ببقى قويه، مش قاسيه مش عارفه اقول لك ايه، لا يعني بس بتحس ان انت بتزيد عندك الروح والحماس ان انت تكملي وعندك طموح، تبقى اقوى ان انا اكمل واقول خلاص يعني النهارده مش هيبقى اصعب من امبارح. فبصراحه كان صعب، كمان اللغه في الجزائر بيتكلموا عربي، اللكنه بتاعتهم مش زينا، بيتكلموا فرنساوي، فكنت بعيط اول شهر. بتعملي ايه؟
بترد عليهم ازاي؟ كنت بعيط، كنت بتكلم بالاشارات، ما حدش بيتكلم انجلش هناك. انا كنت بتكلم انجلش بس ما فيش حد عارفه، فكانوا يفهموني وكده. ده كان اول شهرين. حاولتي تتعلمي الفرنساوي ساعتها ولا قلتي لا؟ لا حاولت. عربي. حاولت تعلمت شويه منهم، خصوصا ان هم اصلا كلامهم اغلبته فرنساوي يعني. هم في ناس اصلا جزائريين فاهمين الفرنساوي احيانا عربي يعني. فلغتهم الاثنين في بعض. هو لغه عاميه بالنسبه لهم عربي فرنساوي. ايوه زينا، زي مثلا تقول لابتوب تقول احنا بنقول كلام عاميه. فيش يا كمبيوتر. ايوه كلام كده بيخش في بعضيه. التجربه اللي بعد كده من الجزائر نقلت للدنمارك. طلعتي ازاي برضو؟ الفكره اللي انا كنت حابه ان انا احترف في اوروبا. اخويا احمد حاول ان هو قال لي ممكن نعمل كونتاكت مع انديه وكده. محور مهم احمد في حياتك. احمد ده مش اخويا يعني، ده الحته الشمال. طبعا كنت صغيره. وجوزك فين؟ لسه هنكلم. لسه لا، لسه الاهل اهم. لسه الاهل الاهم طبعا، اهم حاجه الاهل. تمام. ربنا يكرمك. ربنا يخليك. بس فاحمد طبعا تواصل، عمل كونتاكت معاهم. فنادي اللي انا النادي كنت بلعب فيه في الدرجه الاولى اللي هو فينسل كنت بلعب فيه، قعدت فيه. بس اشترطوا عليهم ان انا اكمل تعليمي عشان طبعا اترفدت من الجامعه. فقال لهم خلاص هاخد، اخدت ماستر تقريبا ب 20,000 كرونه او مبلغ كبير قوي يعني. فالنادي دفعه لي ما شاء الله، واخدت الماستر، خدت الدبلومه. دي هي اللي نفعتني ان انا اروح فرنسا. هي دي. دي نفعتني ان انا في الشغل يعني. دلوقتي انا مدربه يعني جنب اللعب. بس خطوه خطوه يعني. خطوه خطوه ما تجريش بينا الموضوع بالظبط. لسه واقفين في الدنمارك، هنروح للمدربه ليه؟ هجري بيك. اخدتي ماستر في الدنمارك ما شاء الله، وبداتي تتجه. كنت واخده احسن لعيبه في الدنمارك هناك في الدوري. الدنمارك بيلعبوا سريع جدا فوق ما تتخيل. سريع جدا يعني. اتعلمنا لغه؟ اتعلمت منهم الدانيش. تاك فرمال، تاك فرمال شويه. علمتي الماني؟ اتعلمت جزائري، بتكلم زي الجزائريين دلوقتي كمان يعني. اتعلمت دانيش. جزائري شويه؟ لا لا، مصريه. مصريه. مصريه والله. لسه علمتي الماني؟ اتعلمتي الماني؟ لا ما اتعلمتش الماني. اتعلمت دانيش، اللغه بتاعت الدنمارك. اللغه كويس. قريبه الالماني اعتقد شويه. شويه لغتهم. لغتهم دنماركي. دنماركيه. تمام. بس بعديها بقى فكنت لازم بقى اغير المدينه. بعديها رحت نادي اسمه بونسلو، قعدت فيه زي اعاره كده 5 شهور. عشان انا كنت حابه ان انا اروح فرنسا يعني. بس بدأتي خلاص تحددي اهدافك ان انت لازم تروحي الدوري الفرنسي. رحت حبيت اروح هناك عشان سمعت ان الدوري كويس يعني وفي نيفو. فكلمتني مدربه اسمها كاتي، كان نادي انجولام. اتصلت بيا وقالت لي انت رحاب جوا؟ قلت لها مش عارفه ايه. قالت لي انا سالت عليكي وقالت لي كلمت مروه برضو، عشان مروه بتلعب فرنسا. مروه عيد. قالت لي اتصلت بيها وكده، واحنا حابينك ان انت تيجي تلعبي معانا. لكن حابين تيجي تعملي زياره يعني. قلت لها مفيش مشكله. رحت قعدت اسبوع وكده، فحبوا يمضوا معايا 4 سنين. فقلت لهم صعب امضي 4 سنين. ليه؟ ده دي تجربه نفسي لا يعني. بس 4 سنين، انا لو مضيت 4 سنين ممكن بعد سنه يجي نادي كويس اندم انا مضيت 4 سنين. كويس. فقلت لهم مفيش مشكله امضي سنه. بعد سنه ما رضيتش، قالت لي احنا هندفع فلوس للاتحاد الفرنسي ولازم 4 سنين بيضغطوا عليا. قلت لهم بص انا مش هقدر اقعد 4 سنين في نادي واحد. قلت لهم انا مفيش مشكله لو السنه الاولانيه عدت مفيش مشكله، ليه مش هقعد يعني. فمضيت بقى سنه بعد يعني سنتين. بس بين السنتين لو انا عايز امشي امشي. تمام. بس ورحت انجولام. اول سنه كان لما رحت هناك الدرجه كانت شويه كده، خدت هدفت الدوري هناك وكنت واخده صانع العاب. قعدت سنتين، وبعديها كلمني نادي في مارسيليا اسمه بلان دي كوك اللي انا كنت فيه، كنت لابسه في التيشيرت الاصفر ده دلوقتي. تمام. قعدت فيه، قعدت معاهم بالظبط سنه يا دوب. ليه اخترت رقم 74؟ انا بحب النادي قوي. واكتر من كده بحب الجمهور. الجمهور بيصعب عليا يعني. النادي مثلا لما بيخسر ماتش انا والله العظيم اول حاجه بفكر فيها الجمهور. ما تفكريش في الخساره، تفكري في الجمهور. بفكر في الجمهور عشان انا كنت واحده من الجمهور يعني. كنت بتروحي تشجعي في ماتشات الكوره؟ كنت بروح استاد القاهره، بس كنت بروح لوحدي عشان مع نفسك. يعني كنت بروح مع حد، اخويا مثلا بتاع. كنت اروح اقعد، كنت قاعد في الدرجه الثالثه بقى وحافظه اغانيهم بقى، حافظه كل حاجه. لا الا الاغاني بس. فكانت اهو قدامنا اهو 74 اهو.
لا ده النادي اللي انا فيه حاليا، النادي اللي 74 برضو. خلاص رقمك 74. انا الرقم اول ما رحت فرنسا اللي اخدته على طول 74، قلت هاخده يعني كتخليد للشهداء وللجمهور اللي خصوصا يعني دايما بيدعموني، وخصوصا الفان بتوعي دايما يعني. جمهور السوشيال ميديا بالنسبه لك جمهور مهم، ولا الجمهور لما تنزلي الملعب هو الجمهور الاقوى بالنسبه لك؟ تصدق بالله يا كابتن خالد، لا لا انا والله بلعب، ويعني بلعب بحماس عشان افرح الناس دي، بس انا انزل صوره اقول كسبت وخدت عشان الناس فعلا، الناس بتفرحني والله، بتفرح لي جدا. اكيد مبروك، اكيد كلنا مبسوطين ان عندنا محترفه بره عايشه بره زي انت ومروه عيد نادي السلعوه، اكيد كل محترفين البنات دول برضو بيشرفينا في النادي الاهلي اكيد. والجمهور طبعا والناس عامه على السوشيال ميديا بيدوا دافع ان انت تكمل، انت عايز تفرح الناس دي، خصوصا يعني الواحد عايز يفرح، تعرف الشباب بقى عايز يشوفوا حاجه كده تفرحهم. بتفرحي الجمهور، بس ليكي حوارات كتير على السوشيال ميديا. حياتك قاعده على السوشيال ميديا. الغربه بروح للسوشيال ميديا، اروح للجانب الاسري، عايز اروح فين؟ السوشيال ميديا. السوشيال ميديا، تروح للسوشيال ميديا. السوشيال ميديا ليكي حوارات كتيره، بس كان ليكي حوار شهير جدا عن منتخب مصر سيدات. نزلتي بكلام ان ازاي ما يكونش في بنت مصريه ما عندهاش منتخب مصر، وازاي يا جماعه ومسؤولين وي 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 وي. مش هنتكلم على اللي حصل، هنتكلم ليه نزلتي على السوشيال ميديا، وليه ما قعدتيش مع رؤساء المواضيع زي ما بنقول يعني، قعدتي مع رؤساء الاتحاد، طلبتي مقابله مع الوزير، يعني ليه ما سلكنا سكه السوشيال ميديا؟ اولا انا مش من النوع اللي بروح للسوشيال ميديا على طول. انا اول حاجه رحت لها اتقابلت مع دكتور خالد حموده في رمضان، وقعدنا اتكلمنا معاه، وبالفعل هو كان هيعمل منتخب، وكنت قاعده معاه الكلام ده. حضرتك ممكن تسال دكتور خالد. بصي انا ما بسالش حد، لا لا انا دكتور، لا انا كنت معاه يعني عشان الكلام ده يعني، انا ما رحتش للسوشيال ميديا على طول، مش انا اللي بعمل كده. فقلت له يا دكتور خالد، وصراحه كان محترم جدا، وقال هنعمل منتخب، وقال لي احنا حضرنا الاسامي، وانتي ومروه هتبقوا العندان والناس. قلت له خلاص تمام، حلو قوي، وشجعني وحضري نفسي. قلت له ما فيش مشكله. طبعا حصل تغيير بين مجالس الاداره، بس فهوب ما فيش منتخب. كنت مكلمه حد يعني بدون اسم يعني في الاتحاد، فقال لي رئيس الجديد بتاع الاتحاد هيعمل منتخب ومش هيعمل منتخب. طب خلينا نقول رايك ايه يعني. لا انا رايي طبعا واضح، حرام يعني، حرام البنات كلها اللي في مصر دي تتحرم من المنتخب. طب اقول لك وجهتين. ايه لازمتها ايه لازمتها انا احترف واتعب نفسي واروح قربه سواء انا او مروه، مفيش منتخب. مفيش منتخب، ايه لازمتها؟ المنتخبات اللي بتتعمل دي كلها 98,000 لازمتها ايه؟ ما بيخلصوا يقعدوا في بيوتهم. كويس، انت شايفه ان لازم يكون في استمراريه منتخب. طب خلينا ده مش ليا يعني. انا بتكلم، انا الحمد لله يعني انا دلوقتي خلاص عندي 25 سنه، لكن الاجيال اللي بعديها هم لازم يتشافوا يعني. انا اتشافت لما رحت المغرب، اتشافت من اللحظه دي ان هي في لعيبه بتلعب في النادي الاهلي، وقمت راحه واخد سكه. واحنا عندنا لاعبات كويسه جدا، شايفه ان في خامات كويسه في مصر. لا طب خلينا نتكلم على وجهتين النظر معاكي. وجهه نظر الاتحاد، انا بقول لك انا اعرف الكلام ده كويس، ان وجهه نظر بتقول ان احنا ناخد منتخب صغير ونطلع بيه، لان كان الاجيال اللي كانت موجوده ما كانش على المستوى المطلوب زي ما هو بيقول. وانت وجهه نظرك ان يكونوا منتخب ويبتدي ياخد خبرات، ويطلع باي منتخب يطلع يشيد يبقى في خبرات متكونه. رايك ايه في الاثنين؟ الفكره كلها هم قالوا الكلام ده كله، قالوا احنا هيبقى في عمدان وهنطلع 98 هيبقوا الدرجه بالزبط. الاولى ونطلع فوق. فين 98؟ فين دلوقتي يا دكتور خالد؟ دلوقتي مفيش 98، في منتخب 2000 اعتقد 98 لسه كسبان فرنسا، لسه كسبان المنتخب انا شايف. بس 98 دور عليهم كلهم، الا قعدت في بيتها مفيش، بيعملوا المنتخبات وخلاص فينيش يعني، مفيش منتخب يعني. انت مش فاهمه، بيهروا في حاجه وبعد مفيش منتخب اصلا، تعمل منتخب وطلع فوق، مفيش اكسبيرينس عشان ياخدوا منهم، مفيش واحده او اثنين. قصدك ان لازم يكون في خبرات معينه محطوطه عشان ياخدوا منهم، اثنين ثلاثه يشدوا الناس، خصوصا ان كان في لاعبات عندهم اكسبيرينس وكانوا اصلا كانوا في اللي مش معايا في مصر. خلينا مصر. لا بركز معاك بركز معاك. قولي لي. هتقلعش من كده. بس فالفكره كلها ان احنا عندنا منتخب، بس هم مش عايزين يعملوا. وعلى فكره مش انا لوحدي اللي بتكلم، اولياء الامور بتتكلم، اللاعبات بتتكلم، بس كله بيتكلم في الدرع. كله بيتكلم في الدرع عشان خايف. ايوه طبعا اتحاد مصدر قوه. لا مصدر اصل ان هم خايفين لو مش خايفين انا بقول ما يهاجموش الاتحاد، لكن لو واحده قالت انا عايزه المنتخب وليه المنتخب ما تعيش بكره مش هتلاقيها في النادي بتاعها. طيب هقول لك حاجه كويسه، خلينا نقول ان هم دلوقتي عندهم منتخب متكون هو 2002 ولسه كسبان في فرنسا. كسبان في فرنسا. يعني لسه. هل لو مشوا بالمنتخب ده وكان في امل، خلينا مش هقول نقفل الصفحه القديمه، وكان في امل والدنيا مشت، شايف ان ده مناسب بالنسبه لانسات مصر او بنات مصر؟ بص انا هقول لك على حاجه،
هي مش بتيجي انا معايا منتخب هوبا نطلع المنتخب ده كسب يبقى نعمل منتخب درجه اولى، لا بيبقى في حاجه اسمها منظومه في خريطه والله احنا نمشي 1 2 3 الفرق الاوروبيه دي والمنتخبات كلها الاوروبيه كلها طلعت مره واحده مستحيل. لا بيبقى في منظومه، احنا ما عندناش منظومه اصلا، مفيش اللي يقول لك احنا نبدا من الصفر ونطلع كذا ونعمل كذا وبعد واحده واحده مفيش. هختلف معاكي بلاش تقول مفيش منظومه، احنا عندنا منظومه بس ممكن تكون وجهه نظرهم ليها وجهه نظر عنشوف. وجهه نظر ايه؟ هي كلها وجهه نظرهم بالنسبه حتى للولاد حتى الولاد برضو مظلومين. لا بس الولاد النهارده تمن العالم تمن تمن العالم بس محتاجين امكانيات برضو محتاجين يعني تمن العالم بيلعبوا بقلبهم مفيش امكانيات شايفة كويسه مفيش شايفه بس اعتقد بيروحوا في الاولمبيا كابتن خالد بيحضروا كويس اكيد بيحضروا كويس بس مش يعني عندنا محتاجين اكتر اهتمام اكتر برضو يعني محتاجين اكتر عشان بس هقول لك صراحه لعيبه الهاندبول او لعيبه الالعاب الاخرى بره كره القدم النهارده بقى في اهتمام من السوشيال ميديا في اهتمام من الناس كجماهير بالنسبه لهم وكمان العقود بدات تختلف معاهم فاعتقد الموضوع مختلف تمام بس اختلف مع حضرتك في نقطه ان كره اليد حاليا هي الوحيده اللعبه المظلومه عندك كره اليد عندك كره السله كره الطايره واخدين حقهم الاتحادات نفسها شايفه شغلها انا طبعا مش مقصودش حاجه الاتحاد المصري على عيني وعلى راسي ما فيش حاجه لكن الفكره كلها ان احنا وجهات نظر كلها وجهات نظر. احنا بس حابين ان هم يهتموا بيها ويعملوا منتخب وحرام البلد دي حرام لازم يبقى في خريطه بس يعني طلبك عشان بس نقفل الموضوع تماما عشان بس ما اجوش في كلام تاني ويقولوا قالوا كلام تاني هو طلب كابتن حب جمعه ان يكون في منتخب مصر للسيدات اي كان وجهات النظر هي بتقول واضحه جدا حتى لو كان هتاخدوا منتخب وتطلعوا بيه نتمنى ان هي ترى المنتخب ده هي النهارده بتقول انا راجل انا محترفه بره مصر وما عنديش مشكله خالص صح كده لكن اهم حاجه ان الناس تلعب باهداف وده مطلب شرعي وطبيعي جدا لكل الناس بس. وده حقهم ان يكون في هدف او تارجت للبنات اللي هي تلعب باسم مصر حقهم طيب خلينا نروح للجانب الاسم ايه بقى الاجتماعي انا جانب الاجتماعي براحتك اجتماعي الاجتماعي اي حاجه سبتي مصر كلهم وجوزتي فرنسا هي لما انا رحت فرنسا انجولام انا تعرفت عليه ان هو اصلا كان سبونسر للنادي اللي انا كنت فيه كويس ف يعني اعجب بحماسي واعجب بلعبي و و و وبرده البنت المصريه برده مختلفه عن البنت لينا انت عارف كده لينا حاجات غريبه اقول لك بص تحس كده بتبان برده هي مصريه برده رياكشنات انت عارف الهزار النكت شويه بتنكد عليه برده لا والله انا مش نكديه خالص والله مش نكديه انا عارف والله احيانا نكديه بس مش عارف في ايه بقى في اي مواقف نكديه مثلا هي بتيجي لوحدها يعني مش بتدوري عليها يعني بتيجي لوحدها ليه تعرفتي عليه من عشان هو كان سبونسر بتاعنا اتعرفت عليه اصلا ما كنتش عارفه ان هو سبونسر على النادي فكلمنا بقى وكده واعجب ان انا جد قوي وان انا عايشه لوحدي وان انا بقى يعني زي ما نقول بنت مليون راجل يعني فتعرفنا واحده على واحده وكده واهلي كانوا عارفين طبعا اهلي كل اهلي عندي دول زي يعني اصدقائي ما انت بتقولي بتنامي لغايه الساعه 7 الصبح عشان احكي لهم بس فنزل كذا مصر كذا مره مصر واخويا طبعا احمد قبله هو طبعا مسلم وبيلعب برضه عملت حوار على السوشيال ميديا معاك شفت كل حاجه انت عارف هقول لك على حاجه يا دكتور خالد عشان في ناس كتير يقول ليه خدتي واحد انا اصلا كنت مرتبطه رسمي بحد يعني مصري وكده اول حاجه اول ما سافرت الجزائر اتصل بيا قال لي ارجعي كنت مضيت لا انت اتجوزي ومفيش الكلام ده انت انا طبعا مش كل الناس كده عشان الناس مش كل الناس بس عارف حته الواحد يهد طموح فيك يهد كارير الحاجه دي برضو دفعتني ان انا هوريك ان انا مش غلطانه انا خدتها تحدي عشان اكون النهارده على ارض الواقع النهارده انت مش غلطانه اللي هو لا انا مش غلطانه بالعكس ده انا بقول الحمد لله ربنا يعني كان شايل لي خير وانا كنت مستعجله يعني طب سريعا بقى عشان الوقت خلاص بصي بيقولوا لي ايه انت زياده وكده فلازم نجري بالكلام كويس اتعلمتي الاكل الفرنساوي جوزك بياكل مصري ولا فرنساوي الاثنين بصراحه بتعرفي تعملي اكل؟ طيب انا طباخه ماهره طباخه ماهره بتوفقي ازاي بين تدريبك دلوقتي مدربه بين تدريبك وبين لعبك محترفه وبين البيت عندك؟ انا يومي بسرعه كده يعني انا يوم انا يومي بيبدا اصلا 6:30 يا دوب بروح بيبقى عندي تدريب الساعه 8 بخلص تدريب بروح لفرقتي اللي بمرنهم بس وبروح البيت جوزي بيساعدني في البيت وكده طيب. وبظبط الدنيا قبلها بالليل يعني بصي قالوا لازم تختم نطير بقى خلاص هنطير لازم نطير هتقولي لجمهور الاهلي كلمه واحده والله انا حابه اقول لهم اديني بس دقيقتين بقى عشان مش هينفع ارجوك مش هينفع ارجوك ارجوك والله العظيم بصي هيصوتوني طيب خلاص قولي لي انا حابه اشكر طبعا جمهور النادي الاهلي ان هم دايما بيدعموني
وطبعا جمهور مصر ووالدتي واخواتي واصحابي طبعا عشان ما يزعلوش. مسافره امتى؟ مسافره امتى؟ مسافره بكره. مسافره بكره هنجيبك تاني عشان نتكلم. لسه في نص تاني. لسه في نص. رحاب نورتني وشرفتني وغيرك التوفيق. رحله ناجحه جدا 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 فعلا. كنا مبسوطين ان كابتن رحاب جمعه كانت معانا, وفعلا هنجيبها تاني لان فعلا في كلام كتير ما خلصوش مع كابتن رحاب جمعه. في اخر حلقه بشكركم والى اللقاء.